أميرة الناصر تبصق في وجه زوجها عبر الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وزوجها يتهمها بالتعري ويفتح لها الدفاتر. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. عشان ايش؟ عشان مشاهدات، عشان سناب، عشان توثيق. طز على عينك، يلا انقل اشتري لحالك سياره وعيش لحالك. الرجال اللي يعيشون على ظهر الحريم. منذ الصباح الباكر ومواقع التواصل الاجتماعي تدق غضبا من الرسائل والفيديوهات التي ترسلها أميرة الناصر إلى طليقها بعد أن خلعت الحجاب وصبغته باللون الأصفر. وأخيرا نشرت مشهورة سناب شات أميرة الناصر فيديو تطلب من طليقها إعادة سيارتها البانوراما ووضعها أمام باب المنزل، وأكدت روح جيب سيارتي حطها عند الباب أحسن لك، سيارتي اللي انت راكبها وارجع للدبابة اللي انت كنت راكبها، تذكر الدبابة اللي انت كنت راكبها ارجع لها وجيب سيارتي، الله لا يهينك، يلا انقلع واشتري لحالك سيارة وعيش لحياتك. فيما ظهرت مشهورة سناب بأميرة الناصر تبصق في الفيديو وتردد على الرجال اللي يعيشون على ظهر الحريم. وكانت أميرة الناصر فاجأت متابعيها بخلع حجابها وسبه باللون الأصفر، وقالت الحجاب كان ظلمني وحشوف حياتي، ويأتي ذلك بعد إعلان انفصالها عن زوجها مشعل الخلدي. فلم تمر فيديوهات أميرة الناصر مرور الكرام، بل ذلك أثار تعليق طلقها. فقد خرج مشهور سناب شات مشعل الخلدي مساء الأحد عن صمته بشأن قيام طليقته المشهورة أميرة الناصر بخلع حجابها والظهور في مقطع فيديو مهاجمته والبصق عليه، وقال الخلدي في مقطع الفيديو: ليش زوجتك تكشف وجهها؟ أمال الحين تكشفين راسك علشان إيش؟ عشان مشاهدات، عشان سناب، عشان التوصيل. واتهم مشعل الخلدي المشهورة أميرة الناصر بأنها قامت بخلع حجابها وإظهار شعرها أمام الجمهور والمتابعين من أجل المشاهدات وتوثيق حسابها عبر السناب شات. طز أقسم بالله العظيم، طز في المشاهدات وطز في السناب وطز في التوثيق كله اللي يخليني أتعرى قدام الناس، وهذا اسمه تعري. حيث اتهم مشعل طليقته سابقا أميرة الناصر بأنها خلعت الحجاب من أجل المشاهدات وأنها تعرت أمام الجمهور. وتابع: بقول لكم شيء يا حبايب، اي شيء تسمعونه او تقولوه اقسم بالله كله كذب في كذب، اي شيء تقولوه تراه كذب، هذه انسانة ما تخاف الله استكلمت كلمة سافتح الدفتر كاملا. حيث قام بتهديدها ان لم تصمت سوف يقوم بفتح لها الدفتر. هكذا الحال منذ صباح اليوم، فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من أميرة الناصر وطلقها وكلها سب وقصف وإهانة. وأخيرا اختتم الخلجي كلامه بتوجيه رسالة لطليقته أميرة الناصر: حسبي الله ونعم الوكيل فيك وعلى كل اللي سويتي بنفسك وعيالك.